صفقة انتقال الدولي الألماني سامي خضيرة من ريال مدريد إلى أرسنال الإنجليزي تعقدت بعد أن كان اللاعب قريبا من حمل قميص المدفعجية في وقت سابق. صحيفة دايلي ميل الإنجليزية كشفت يوم الأحد أن أرسنال تقدم بعرض آخر للنادي الملكي قيمته ما بين 30 و40 مليون جنيه استرليني. وحسب الصحيفة أيضا فإن الدولي الألماني الذي دخل على لائحة اهتمامات بايرن ميونخ ربما يفضل البقاء مع الريال لموسم آخر والرحيل للموسم المقبل في انتقال حر إلى العملاق البافاري باعتبار أن عقده مع الريال ينتهي بنهاية الموسم المقبل. للإشارة فإن خضيرة يواجه خطر البقاء على كرسي الاحتياط الموسم المقبل مع الميرينجي بعد استقدام توني كروس من بايرن ميونخ.